خصها ديباناج، بلا ديباناج عمرها ما غاديماري. خاصة تكون مقلوبة وكنعاودو نقادو. إيه ولكن هادي مبلوكية داك الشيء اللي. اللي سيعوج، خصها تهز تهزو وتمشي لهيه. قدر الله يا ربي ولطف على سلامتهم بعدا على سلامتهم. على سلامتهم حتى السائق ديال هاد الفرغونات على سلامته. لأن هادشي اللي وقع عليه مسكين راه كان ممكن أنا تبقى عليه شي حاجة خطيرة. تكلم 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 بوليس تكلم البوليس سير عند البوليس سير تا هو الشيفور سير عنده تكلم ليه شوفي غير نصحها فيا شوف شوف خويا ما ترى والو ما تخافش ها ترى لا والو ها الحمد لله على الحب على سلامة ما تخاف شي حاجه على السلامة ما ترى والو الحمد لله صحيح بخير صحيح بخير الحمد لله الله يبارك الحمد لله دابا بلاتي غندفع معاهم يلا دفع معاهم يلا هذا المشاهدين الكرام حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق السيار سببات في العرقلة ديال الطريق الحمد لله قدر الله ولطف الحمد لله على سلامته بعدا كاينه السيدة اللي كانت سايقة مسكينة الطوموبيل على سلامتها كل جاب أنا عندي تما قدام باش تقعد الطوموبيل تاعك باش كدوز هادي بعدا في لابيز كيفاش كدوز شوف هادشي كيفاش كيدوز في لافيزيت اخويا شوف هادشي ايوا انا اش نقول مسكين واش انسان راه كيتم غادي في الطريق يا السقع حفظك الله الله يحفظني الله حفظك الله شنو اللي من ناقل خبر الى خبر لا اله الا الله قلت لي زرب زرب من هنايا عاش مع المنوي جوج ثواني قسما بالله شنو وقع عاودينا شنو وقع شنو وقع معنا الزميل ديالنا بعدا كاين على سلامتك على سلامتك على سلامة الزميل ديالنا شنو وقع؟ غادي في لوطوروس ما بيا ما عليا غادي للخدمة ديالي شوية جا معايا صاحبي قال لي الطريق عامرة دور شوية على اليمين حيد باش نحيدو من باش ندخلو مع الطريق اللي هنايا اون فاس اه مع الدورة اللي غنجي ندخل هنايا كنسمع مورايا بق ضربات الطوموبيل دارج دورة داكشي قدام داكشي ديال هوليوود ما فهمتش والو هذا بقيت شاد في راسي هبطت وحق الله الحمد لله الا هو فيلم ها؟ عفيلم والله يسمى قال لي كنت تقطع لي الفريم اش هاز هاد السيد هاز القرعة هاز القرعة شحال ديال القرعة باش تطول ما عرفتش شحال ايه راه ما عرفتش هما وعلى سلامتك على سلامتك لا انت لا هذيك السيدة على سلامتك ما معايا حتى السيدة معايا صاحبي لا السيدة مسكينة اللي كانت على سلامة الزميل ديالنا الله يطول عمرك على سلامتك سكعراتي شنو قال لك راه الخلعة كتجيب الضحك والله على سلامة هاد السيد تا هو مسكين هاد مول هاد الفارغونيت وحفظك الله واش قلنا لك على سلامتك واش حنا قلنا لك بغيتي والله ما بغيتيش شو وقع لك شو وقع لك شو وقع فريان اختي راه حاوت على الناس راه حاوت على الناس واش نقول لك انت كدير كونترول هاد الطوموبيل ناضيه ها هو الكونترول ها هو باقي الله ديروا ليها يلاه دير لها لا فيزيت اه ضروري ها هي لا فيزيت هي باقي الله دايرها وانت وزعمك معمر الفريان دارها لا معمر الفريان دارها بيا راه دابا اختي جاب كوكتي جايب شي سرعه مفريطه راه جايب شويه وحاولت على الناس على شحال حاولت ميدي قول لهم بلان كيفاش عرفتي كون جيتي بشي سرعه مفريطه لا تلا ليك اللي انا الفران تقطع لك اه قطع لي الفران شويه راه جايب شويه تراتي كون جاي بشي سرعه مفريطه من بعد ما تعاديش بنادم عرفتي شحال ديال الناس حاولت عليهم راه والناس كيشوفوا دابا انت عندك تجربه في السياقه اه نعم ديال سنوات طويله ما دهشتيش وما تخلعتيش اه نعم كنت خلعتي كنت قلبتي هادشي كله اه تي دابا فهمتي هذا اللي كان فين اللي حطوا فين اللي لوحوا يخاطر براسو اه مسكين واش غنقول لك الله يهديه
درب في كراسه في الموت هذا وحق الله الا شاف الموت. علاش شكون اللي كان صايق؟ انا اللي كنت صايق. انا اللي كنت صايق. اش وقع عليكم؟ عاود ليا حيت هذا راه غلب عليه داك لوفوغيغ. لا 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 بالعكس كنا غادي نمشيو طريق عامر. قلت لي يلا قلت لي خرج من هنايا ودوز عاش مع خرجنا مع بنت الطوموبيل قدام دار ضربات هذه ضربت دورات في السماء حداك قدامنا ويضرب دار ديك زر في الهواء ما عرفناش كيف الحمد لله الحمد لله. يلا بدا كيصلي هذا البارح تصلى وحق الله قال الحمد لله صلي قال لي صلي اللي دير يلا بدا كيصلي البارح والحمد لله يلا بديتي الصلاة تكون ما تكون ما تشاهد وحق الله ما شفتي ما كنصلي هو يلا قال لي يلا بديت كنصلي والحمد لله على سلامتكم وراكم مرضيين راكم مرضيين وبعد هذا راه والله الا غادي نصيفط السلعة جداتي وحق الله صيفط الزيت العود وداك الشيء والله الا صيفط من كازالين وصيفط للبلاد والله شي دار وحق الرب زيت العود باقي مزيان باغي شويه هز لا واش باقي مزيان زيت العود ما تقاسيتش انا الحمد لله راه ما تقاسيتش الحمد لله عليك الدق مسكروم هذا اجي اجي لي هز بقات فيا على القرعة انايا القرعة باقا صاينة في الشهر واش قلبات لي القرعه؟ تبقى خرج هاد القرعه شوف هاد القرعه اش كاين هنا في الشاطئ راه داهم محسن صرف عليهم واحد المطرب واطي اها والحمد لله على لطف الله. هذاك الشاطر كيوقفوا الفراش بالماطر كيضربوا طليله عندك واحد صافي فهمتي؟ اها كيتموا دايزين كيضربوا شي طليله كيبغيو يقلبوا على هذاك السيد هادو اه الهوتات عليك الله عليك حضرت لك من نهار الزينه الصكاع اه والله الا في نهار الزين وعلى سلامتك مرحبا بكم مرحبا في التخرج ديالي نهار 17 متخرج مع علي الصحاب والاتصال ضروري على سلامتك الله ولدي شوف هذا الشيء كله راه والله يسال عليك ربي الا درتو شي صداقات راه خارجه قسما بالله تعرفت شنو كاع عليا هذا الشيء وحق لا بنادم كيضحك ولكن راه ما تقدر تخلع هاد لي زاكسيدون اللي مجربهم غيحس هو اللي غادي يحس بالخلعه ديالهم راه هاد السيدة صدقني وكون على يقين اقسم بالله زعما باش تبقى تعاود تسوق مره اخرى صعيب صعيبه بزاف المره مسكينه راه واقفه كنقول لها الزوج ديالها دابا بنادم كتعيط لي كانت لراجلك ولا تشوف عندنا عائله اجي انا راني اكسيدون راه ماشي ساعه والحمد لله على لطف الله الحمد لله على لطف الله الطوموبيلات اه ترى صف راه داير مع رموك راه رموك الرموك هو الاول الرموك هو الاول اه الرموك والهوندا وهذاك الطوموبيل وكل شيء انا جا عندي مسكين هذاك الشيفور بالدوخه الشيفور ديال الساخن الدوخه جا عندي قال لي عيطي على الكونستاتور ديالي ولينا فريد دابا داك الرموك كون شالات فيه العافيه وربي كيلقف شوف ربي تيلقف ورا داكشي اللي قال لك هاد ليسونس ربي كيلقف قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على سلامتكم راه قدر الله في اللطف